أزيد من 2430 تدخل جراء التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها العديد من ولايات الوطن ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، حسب ما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية. فيما يخص اضطرابات الجوية وتدخل وحدات الحماية المدنية، كان أجل القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار المتسربة لبعض المنازل والمؤسسات العمومية خاصة على مستوى ولاية بشار بمدينة بشار الجديد، أين تسربت مياه الأمطار لعشرين منزل سكني وبعض المؤسسات العمومية كالمدارس ومقرات المديريات التنفيذية في هذه الولاية بدون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات. إضافة كانت لنا بعض حوادث المرور وعددها 12 أكثر دامية ومميتة، إذ خلفت وفاة 8 أشخاص وإصابة صوابين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة للأسف. وكذلك يعني الحصيلة الأكثر دموية كانت في ليلة الواد بوفاة 2 شخصين على إثر تصادم بين 2 شاحنتين على مستوى بلدية سطين. تصريحات مصالح الحماية المدنية عاشها مواطن ولاية بشار. فالأمطار الغزيرة التي تهاطلت على عاصمة الثورة عرت بريكولاج المسؤولين وكشفت المستور. راح الناس تعوم، صاحبي أولادنا راهم يعوموا، رحنا في حالة وين راه من 5 سنين وهم يكذبوا علينا ولا 6 سنين. وعود كذبة، ما كان حتى حاجة، الناس راه المرض هنا صاحبي، رحنا مرضنا. شبكة الطرقات والمحاور الرئيسية بولايتي المسيلة والبيض عرفت هي الأخرى شللا مروريا. الطريق الوطني رقم 47 البيض الرابط بين ولايتي البيض والأغواط مقطوع بالضبط بالمكان المسمى قرية الوديان التابعة إقليميا لبلدية بوعلام بسبب ارتفاع منسوب المياه واد الوديان، حيث وجهت حركة المرور عبر الطريق البلدي الغير مصنف الرابط بين قرية عين جديدة وبلدية سيدي عمر. بولاية المسيلة لدينا الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي المسيلة وبرج بوعريريج مقطوع بسبب ارتفاع منسوب المياه واد بوسعادة في شطره العابر لإقليم بلدية الخبانة. هي صور تعودنا عليها في كل موسم الشتاء خاصة في الجزائر العميقة التي لم تتغير سياسات المسؤولين المتعاقبين على هيئاتها الرسمية.